زي ما كنا بنتكلم مع حضراتكم في بداية الحلقة، قمة عربية إسلامية غير عادية عقدت في الرياض بالأمس أصدرت 31 قرار، من ضمنهم دعم قادة الدول العربية والإسلامية لكل ما تتخذه مصر من خطوات لمواجهة تبعات العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة، وكمان إسناد جهود القاهرة لإدخال المساعدات إلى القطاع بشكل فوري ومستدام، والأهم أن يكون كافي لاحتياجات القطاع. كل التأكيد يا شاذلي، خلينا نعرف تفاصيل أكثر عن مخرجات القمة تجاه الأحداث في قطاع غزة. بنرحب في فقرتنا النهارده بالدكتور نجاح عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية بكلية السياسة والإقتصاد جامعة بني سويف. صباح الخير على حضرتك يا دكتور. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير يا فندم. أهلا بحضرتك. في البداية تابعنا امبارح حضور كبير جدا لقادة ورؤساء دول العالم العربي والإسلامي في أكبر تجمع لهؤلاء القادة. قراءة حضرتك ورؤية حضرتك لهذا التجمع وهذا المشهد والزخم اللي تابعناه امبارح في هذه القمة. بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا على الاستضافة. امبارح كان يوم كبير في تاريخ الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. تجمع منظمتين، الجامعة العربية ومنظمة المطور الإسلامي، يعني كل قادة الدول العربية والدول الإسلامية تجمعوا في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية بالأمس لمناقشة ما يحدث في قطاع غزة منذ 36 يوم. النهاردة يوم 37، امبارح كان 36 يوم. القادة اجتمعوا امبارح، ويمكن كان الاجتماع برضو لازم نقول اجتماع متأخر شوية، ولكن يعني أن يأتي متأخرا قرر من ألا يأتي، فوقت الاجتماع وتناقش القادة في كل ما يهم أو كل ما يخص القضية الفلسطينية وقضية الحرب على قطاع غزة منذ اليوم الأول. كانت مخرجات الاجتماع نفسه في غايته أو في اجتماعه أو في ضم منظمتين الجامعة العربية والمؤتمر الإسلامي كان يعني موفق جدا جدا، الفكرة موفقة جدا إن احنا الهدف واحد، يعني ما فيش اختلاف بين هدف الجامعة العربية وهدف منظمة المؤتمر الإسلامي فيما يخص الحرب على غزة. يعني تقريبا الدول كلها متفقة على الأهداف العامة، على المخرجات التي يمكن أن تخرج بها القمم بصفة عامة. فكان الرؤية يعني المنظمتين أو اجتماعين باجتماع واحد كانت موفقة جدا جدا. المخرجات كانت مخرجات برضو مهمة جدا، ولكن برضو هي مخرجات لا ترقى إلى المستوى يعني اللي احنا الشعب العربي كان منتظر، ولكن هي خرجت كما كان منتظر في حدها الأدنى، ولكن كان في هذا الحد الأدنى كان حد يعني نقول مقبول سياسيا في ظل المتاح وفي ظل التحالفات وفي ظل القوى على الأرض. أهم ما جاء بالقرار بقرارات الجامعة القمة امبارح والبند رقم 4 الخاص بتأييد الجهود المصرية فيما يخص قطاع غزة، تأييد كل ما تقوم به مصر في تأييدها ومساندتها وإدخال المساعدات لقطاع غزة ورفضها القاطع لكل ما يحاك بسكان غزة من التهجير القسري أو التهجير أو ما إلى ذلك. وطبعا برضو بيأكد المؤتمر على برضو أن مصر لها كل الحقوق في الدفاع عن أرضها والعرب والدول الإسلامية واقفة دائما مع جوار مصر، إسناد الجهود المصرية يعني دعم الجهود المصرية في كل ما يهم هذه المسألة الخطيرة جدا جدا، لأنها كنت تداعياتها تداعيات يعني تداعيات خطيرة على مستقبل القضية الفلسطينية. زي ما قال الرئيس في بداية منذ اليوم الأول، الرئيس عبد الفتاح السيسي قال تهجير سكان غزة أو قبول مصر لتهجير سكان غزة أو قبول بعض اللاجئين من سكان غزة فهيكون بصفة عامة تصفية للقضية الفلسطينية. فهنا مصر وقفت واقفة صلبة جدا جدا، ومن هذه الفترة وهذه الكلمة وهذه المقولة أخذت كل الدول هذه المقولة عن مصر، أن تهجير قطاع غزة معنى تصفية القضية الفلسطينية. من هنا كانت الحجر وكانت الزاوية النقطة الجوهرية اللي وقف العالم كله قدامها وبدأ الكلام عن التهجير يتغير، قال لك لا لا فيش تهجير، ما فيش لجوء، ما فيش بناء على ما قاله الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ اليوم الأول للحرب على غزة. عظيم دكتور، أي رسالة بعث بها هذا الإجماع، مش بتكلم عن القمة بتكلم عن الإجماع على الرأي، أي رسائل بعث بها هذا الإجماع إلى الدول والقادة الغربيين وقادة الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل؟ هناك وحدة في الرأي، والأول مرة يجتمع كل هؤلاء القادة، الرئيس الإيراني، الرئيس السوري مع القادة العرب، يعني أعتقد أنه هذا الجمع يعني غير معتاد، أول مرة نشهده. صحيح، يعني هذا التجمع منظمتين، منظمة المؤتمر الإسلامي ما يعني تعدى 50 دولة والجامعة العربية 22 دولة، وإن كان في بعض الدول مشتركة بين الاثنين.
هذا ينم عن يعني نقول رأي عام عالمي. ما ننساش برضو في من اسبوعين اثنين الجامعه العربيه للامم المتحده، الجمعيه العامه للامم المتحده خدت قرار باغلبيه 120 صوت برضو لوقف الحرب ووقف المجازر الفلسطينيه. فهنا بالامس كان نفس الشيء، يعني هنا اجماع عربي اسلامي بوقف تلك المجازر، اجماع بان هناك راي عام رافض لكل تلك كل هذا ما يحدث، رافض لسلوك الاداره الامريكيه، ده مهم جدا، هذا رافض وكان الكلام واضح، ولكن لم تذكر اسم امريكا بالامس، ولكن نحن نذكره في يعني نحن نتحدث بكل حريه واريحيه، هذا رافض لكل ما تقوم به الاداره الامريكيه، رافض ل تلكؤ الإدارة الأمريكية في الدفع أو في جعل إسرائيل توقف عجلة الدمار والخراب في قطاع غزة، رافض لكل الأحداث، رافض لكل المشاهد التي يراها العالم. بدأ الرأي العام العالمي يتحرك، بدأت الشعوب العالمية، الشعوب الأوروبية، الشعوب الأمريكية، شعوب العالم الحر تتحرك من هول ما يرونه على شاشة التلفاز، من هول تلك المجازر والمحرقة، أنا أسميها المحرقة الثانية في التاريخ. إذا كانت هناك المحرقة الأولى، محرقة اليهود، فهذه هي المحرقة الثانية في التاريخ، ولن يسامح التاريخ أمريكا ولا إسرائيل، لن يسامح التاريخ، هو من مرآة الشعوب كلها. نحن نتحدث عن مجزرة المجزرة سنة كذا، نتحدث عن الحرب العالمية الثانية سنة 45، نتحدث في سنين فاتت ما يحدث في 2023 في قطاع غزة سيتحدث عنه العالم، يعني فترات وفترات، والتاريخ لن يرحم أحد، لن يرحم الأمريكان ولا الإسرائيليين أنهم قاموا بمجزرة، مجزرة يعني يشوب لها الولدان كما يقال في اللغة العامية، مجزرة خطيرة جدا جدا، يكفي ضرب المستشفيات، يكفي يعني نقول المدينة العزل، يكفي أن تقول إسرائيل أن يجب تهجير الانتقال من الشمال للجنوب ثم تضرب الجنوب، يكفي المستشفيات، ضرب المستشفيات، من كان يصدق في العالم كله أن قوة عسكرية تضرب مستشفى، قوة عسكرية تضرب أطفال رضع في داخل حجرات العمليات في المستشفى، من كان يصدق هذا؟ نحن أمام مشاهد إنسانية غير مسبوقة، مشاهد إن لم يتحرك العالم الآن فمتى يتحرك؟ إن لم نتحرك، إن لم نرفض، إن لم نشجب، ولكن الشجب والشجب والإدانة وضع انهم لا يكفوا، يجب اتخاذ خطوات عمليه، وهذا ما كانت تنادي به او ما يضغط به المجتمع الدولي، ومن ضمن هذا ما حدث بالامس اجتماع المشترك ما بين القمه العربيه. طيب انطلاقي فندم هذا التحرك وما حدث بالامس، كيف قرأت مخرجات هذه القمة، القمة العربية الإسلامية؟ بيان ختامي يشتمل على 31 بند. هو المخرجات القمة العربية الإسلامية المشتركة زي ما حضرتك ذكرتي 31 بند، وده غير مسبوق برضو البيان يطلع ب 31 يعني قرار، قرارات كتير جدا جدا، ولكن أهمها هناك قرارات مهمة جدا جدا، أهم القرارات اللي هي الإدانة الشاملة، أهم القرارات هي الإدانة الشاملة، وده كان منتظر، في منتظر أن القرارات الجامعة العربية والمؤتمر الإسلامي أو منظمة المؤتمر الإسلامي ستدين كل ما يحدث في هذه الحرب العشوائية، هذه الحرب نقول العنصرية في كل فحواها. القرار الثاني اللي هو قرار برضو قرار مهم جدا جدا، اللي هي الطلب من المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، وده برضو شيء جديد، الطلب من المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بتتبع والتحقيق في جرائم الحرب التي ترتكبها الحكومة الإسرائيلية أو ترتكبها مجرمو الحرب الإسرائيليين في هذه الحرب. ده شيء أعتقد يعني نوعي أن يذكر في هذه في قرارات الجامعة، في قرارات الجامعة العربية والمؤتمر الإسلامي. الشيء برضو المهم جدا جدا اللي هي القرار التأكيد على وحدة في أراضي فلسطين، وده شيء خطير جدا جدا لازم نقوله، حتى الرئيس الفلسطيني امبارح في كلمته حدد، قال لك أرض غزة هي جزء من أرض فلسطين، لأن الكلام في ما بعد غزة، ما بعد الحرب على غزة، سيناريوهات ما بعد الحرب، ماذا إدارة غزة، إدارة دولية، إدارة عربية، إدارة إسرائيلية، وماذا ما هو شكل إدارة غزة ما بعد، يعني الرئيس الفلسطيني امبارح استبق وقال أرض غزة هي جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية. نتحدث عن إدارة فلسطينية، فلسطينية لكل الأرض المحتلة غزة مثل الضفة الغربية. أيضا مما جاء في قرارات القمة العربية والإسلامية بالأمس زي ما قلنا البند 4، وده مهم جدا جدا، هي إسناد تأييد مصر في كل ما تقوم به،
تأييد الحكومة المصرية في كل خطواتها الداعمة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة وفي الضفة أيضا. يعني الضفة الآن يعني تقريبا هناك يعني شبه يومي غارات شبه يومية واقتحامات ليست بعيدة عما يحدث في غزة. يعني جنين امبارح في اقتحامات كبيرة جدا وفي حصار لمدينة جنين وفي يعني الشهداء وصلوا ما يقرب 400 شهيد في الضفة الغربية. وطبعا هناك الآلاف الأسرى في جنين. إذا الضفة أيضا سيلحقها ما لحق بقطاع غزة. دي مهم جدا. ده أهم الأهم من أهم أهم القراءة اللي ممكن نقولها اللي هي إجماع القادة إجماع الدول على كل هذه الطلبات. برضو من أهم برضو شيء رفض التهجير، وده رفض عالمي عموما، العالم كله رفض التهجير. رفض تهجير الفلسطينيين من حتى من نزوح داخلي كمان، رافضين النزوح من الشمال للجنوب، رافضين التهجير طبعا من الجنوب لخارج قطاع غزة، خارج أرض فلسطين. لأن إسرائيل تلعب لعبة خطيرة جدا جدا، هي لعبة العنصرية كما كعادتها دائما. منذ بداية الحرب ركزت على شمال غزة، وكان يعني المنتظر وكانت القراءة الواضحة جدا جدا بتقول ان اسرائيل بتركز في حربها على شمال غزة لكي تفرغه من السكان لكي تقتحم اقتحام بري، وهذا ما حدث. الاقتحامات البرية حدثت في شمال غزة لان التركيز الضرب منذ اليوم الاول كان على شمال غزة، ثم طلب من السكان التوجه او النزوح من الشمال الى الجنوب ثم تضرب الجنوب. هذا خطير جدا جدا. فالقمة امبارح رفضت رفضا باتا رفضا قاطعا فكرة تهجير الفلسطينيين داخل قطاع غزة، وطبعا تهجيرهم خارج قطاع غزة. وده كان شيء مهم جدا جدا نعرفه. العالم كله لازم يعرف ان الفلسطينيين هم اصلا نازحين، يعني قطاع غزة هم سكان نازحين من كل الاراضي الفلسطينية اصلا من 48 و67 هم نازحين. يعني نقول مخيم جباليا، مخيم عين الحلوة، مخيم كذا، مخيم كلها مخيمات مهجرين منذ الحروب 48 و67. فكيف هيكون التهجير الاخير؟ هم عارفين بتاريخهم، اللي بيخرج من مكان ما بيرجعش. فخايف هذا الخروج هذه المره هيكون الخروج لكنه الأخير. رفض مصري تبعه رفض عربي كبير، وفي النهايه استجابه دوليه لهذا المطلب برفض تهجير الفلسطينيين خارج حدود اراضيهم. بنشكرك شكرا جزيلا الدكتور نجاح عبد الفتاح، استاذ العلوم السياسيه بكليه السياسه والاقتصاد جامعه بني سويف. شكرا جزيلا يا فندم. شكرا لحضرتك.